جامبول! هذا اسمه برتقال وليس كرة قدم! ما هذا جامبول؟ عندما طلبت منك تنظيف الغرفة لم أقصد أن تضع كل شيء في الغسالة! أحتاج إلى لحظة من الراحة! أين ذهب الآن؟ جامبول! لما ملأت الحمام بالصودا؟ تعرفين عقل الأطفال؟ لابد أنه كان يحلم بتحويل الحوض لجاكوزي! حرام عليك! يجب أن تمنحيه فرصة ليبتكر! هذا أنت صح! حزنتي! جامبول! كيف أحضرت الثلج والوحل إلى هنا؟ حفرة بالسقف راحت عليك! جامبول! جامبول! مستحيل! ريتشارد! أحضر الشبكة! هرب مجدداً! أنا هنا! آخ! لو لم تكن لذيذاً لكنت بعتك إلى السيرك من زمان! وما هو السيرك؟ كعائلتنا لكننا سيدفعون هناك! طرطيش! هذه ملعقة الخمسون! يقولون الضوء هو الأسرع لكن جامبول أسرع من السرعة نفسها! نمنم! باسم ملعقة الهمهم الكبير افتح نمنم! باسم ملعقة الهمهم الكبير افتح نمنم! فقد شهيته! هذا مخيف جداً! وأخيراً نام! بسرعة! لننام نحن أيضاً! الجولة الثانية! سننهار قريباً! ما رأيك أنت؟ هل تفكرين بما أفكر؟ نعم! نحضر له حيواناً! خذوا الزمان للوراء وننتبه أن نحضر له حيواناً! يا سلام! الأفكار عند بعضها! هذا رائع جداً! لم يتحرك منذ حوالي 20 ثانية! ولا يوجد شرب على السقف! وماذا سنسميه حبيبي؟ ماذا؟ هذا الاسم هو جيب أكسفورد، عليه أن يذهب إلى المدرسة. شكلك مثل الفيلسوف وتسأل نفسك سؤالاً مهماً جداً، مثل عندما أكل نفسي يصبح حجمي ضعفين أم أتلاشى؟ يا سلام، غيرنا يتحمل أسئلته الغريبة. هذا صحيح، أسئلة غريبة مثل بما أن الضوء أسرع شيء، إذن كيف سبقته العتمة إلى هنا؟ عضلاتي ليس فيها طاقة. ماذا حدث لنا؟ ربما لأننا نرتاح لأول مرة من سنين. وقت الاستيقاظ، حضرت الفطور. شكراً حبيبي، ليس لديك غيرنا منذ الصباح؟ لا. اذهب والعب مع داروين. حاولت لكنه لا يستيقظ، شكله هكذا. أستاذنكما ماما وبيبي، سأذهب للمحل شراء السلطان إبراهيم، أقصد اسمه إبراهيم. أي صاحب المحل، هذا ما أعنيه، انتظراني هنا بينما أودع إبراهيم وأحضر إبراهيم غيره، أقصد هو إبراهيم نفسه، لم يتغير، برهم هو برهم. طيب باي. انطلاق إلى الألعاب. ولكن لحظة، خرجت للشارع بهذا المنظر؟ انطلاق! انطلاق! انطلاق!
Thank you.